عندي صفحة 75 من التاريخ، فصل خامس تلخيص. أنا سأتكم إياها فراغات وتعاليل على مود تسهل عليكم بالشرح وتتذكروا وتفهموا الموضوع بسهولة. سويت أنا فراغ. تتكون سكان شبه الجزيرة العربية من يتكونون من الحضر والبدو. فراغ ثاني، استوطن الحضر، وين الحضر عايشين استوطنوا؟ جنوب شبه الجزيرة العربية، جنوب بتجربهم، جنوب شبه الجزيرة العربية. زين، عندي فراغ، استوطن البدو، هسه البدو وين استوطنوا؟ وين عاشوا؟ في صحراء الوسطى والشمالية، بالصحراء الوسطى والشمالية، وين؟ شبه الجزيرة العربية. هنا أنا سويت تعليل، منطقة شبه الجزيرة العربية كانت خصبة بالعصور الجليدية. ليش خصبة؟ ليش؟ لسقوط الأمطار، أكو أمطار. نعم، علل، عندي تعليل بعد سويت لكم. هجرة جنوب سكان شبه الجزيرة العربية، أهل الجنوب ليش هاجروا؟ بسبب الجفاف. من هاجروا اتوزعوا إلى دول، يعني كل واحد مكان. فدولة الحضر والمناظرة عاشوا بالعراق، دولة الإنباط وتدمر والغساسنة هاي وين؟ عاشوا في بلاد الشام. ودولة كندة وين عاشوا؟ وسط شبه الجزيرة العربية. نعم، عندي سؤال، ما هي الدول المهاجرة من شبه الجزيرة العربية بعد الجفاف؟ خلينا نقول منهم الدول العربية، منهم الدول اللي بشبه الجزيرة العربية اللي هاجروا بعد الجفاف، منهم هي دولة المناظرة والحضر، وين هذولي؟ بالعراق، هاي أول دولة. الدولة الثانية دولة الأنباط وتدمر والغساسنة، وين هذول عايشين؟ في بلاد الشام، هاي الأقوام. ودولة كندة وين عاشت هاي الأقوام؟ وسط شبه الجزيرة العربية. وشكرا.